تعالى تخيل معايا لو ليك موقع عليه صورتك واسمك ووسائل التواصل معاك وكمان أعمالك السابقة وخدماتك، وأي حد ممكن يدخل على الموقع دوت ويشتري خدماتك ويدفع لك من خلال الموقع، وكمان تستلم فلوسك فورا في إيدك من خلال الموقع بوسائل سحب سهلة، وكل ده بدون عمولة ومجانا تماما. ده اللي بتوفره منصة فورلانسو لإدارة الأعمال، فمن غير كتير يلا بينا نبدأ في الفيديو على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. ثم أما بعد، أول حاجة عايزك تنزل تعمل لايك للفيديو دوت وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة أول بأول، وعايزك تنزل تكتب تعليق على الاستوديو الجديد بتاعنا إيه رأيك فيه. فيديو النهاردة أنا جاي أحل فيه مشكلة بتواجه معظم الناس، لأن معظم الناس دلوقتي بتتوجه للعمل الحر، إن هي تقدم خدمات للناس مقابل فلوس، وبتبقى عايزة تستلم أرباحها من أي مكان في العالم، فبيواجههم غالبا أربع مشاكل رئيسية. المشكلة الأولى اللي بتواجههم إن هم بيتوجهوا لمنصات العمل الحر، والمنصات ديت بتكون ليها عمولة تصل إلى 20%، يعني تقريبا خمس الأرباح بتاعتك منصات العمل الحر بتاخدها. تاني مشكلة بتقابلهم وهي إن منصات العمل الحر ما بتوفرش طرق سحب بتكون متوفرة مع الناس كلها، زي مثلا باي بال أو الحساب البنكي، فمش كل الناس بيكون معاها الوسائل ديت لسحب أرباحها. المشكلة الثالثة إن هم حتى لو عملوا حسابات على موقع العمل الحر فبيكون صعب جدا إن هم يحصلوا على عملاء، لأن المنافسة بتكون عالية وقوية جدا في المنصات دي. اما بالنسبه للمشكله الرابعه فان هم لو توجهوا لمنصات السوشيال ميديا وتركوا منصات العمل الحر، فبالتالي ما بيقدروش يوثقوا المعاملات اللي ما بتتم بينهم وبين العملاء، وبيكون في حاجه ان هو انت مش ضامن ان العميل يديك فلوسك والعميل مش ضامن ان انت تديك الخدمه، فبالتالي المنصه ديت بتوفر لك حلول للمشاكل ديت، زي ان هي بتديك الفلوس بتاعتك بدون عموله، وبتوفر لك طرق سحب سهله، وكمان بتوثق المعامله ما بينك وما بين العميل عن طريق عقود قانونية بتضمن حقك وحق العميل. اما بالنسبة للمشكلة الرابعة وهي العملاء، انت هتحصل على عملاء منين؟ فانا كنت شارح قبل كده فيديوهين في الكورس دوت، هتلاقي من خلالهم طريقة ازاي تحصل من خلالهم على عملاء من منصات السوشيال ميديا، وتاخدهم تقول لهم تعالوا كلموني او تبعت لهم حتى البروفايل بتاعك الاحترافي اللي انت عامله على منصة فورلانسو، وبالتالي هيقدروا يدفعوا من خلال المنصة ديت وتضمن حقك ما بينك وما بين العميل. فكده انا حليت لك معظم المشاكل اللي بتواجه اي حد في مجال العمل الحر، وبقى عليك ان انت تبدا وتاخد الخطوه دلوقتي وتبدا ربح من على الانترنت. وخلينا نروح مع بعض ونتعرف على منصه فورلانسو بالتفصيل. هنفتح على طول منصه فورلانسو، هسيب لكم الرابط بتاعها تحت في وصف الفيديو دوت، وبعد كده هندور على كلمه ابدا مجانا او ابدا الان، هنضغط عليها، وبعد كده هيقول لك هو انت مقدم خدمه ولا مشتري، فانا مثلا اختار ان انا مقدم خدمه واضغط على استمر. بعد كده هبدا املى البيانات بتاعتي، الاسم الاول والاخير والبريد الالكتروني، رقم الهاتف وكلمه السر اللي انا عايزها، وبعد كده اوافق وانشاء حساب. طبعا انا بالفعل عندي حساب، فهبدا ان انا افتح الحساب بتاعي على طول. بعد ما بيتم انشاء حسابك بنجاح بيفتح لك الواجهه ديت، وهي واجهه لذيذه جدا. بتبدا الاول بالساعه والطقس الحالي، وبيبقى في عندك هنا مزودي الخدمه الاكثر نشاطا على الموقع بظاهرين هنا باخر ارباحهم حققوها، وعندك هنا بيكون ظاهر رصيدك. طبعا انا هنا مجموع المكاسب عندي 100 دولار، وهو بالفعل هنا تم قبول سحب، انا يعني عملت خدمه هنا ب 100 دولار وتم قبول السحب بالفعل، انا سحبت 100 دولار بالفعل فعلا من على المنصة دي زي ما انتم شايفين كده قصادكم. بعد كده ديت لوحة التحكم، في عندنا الملف الشخصي، الملف الشخصي دوت بتستعرض عليه اللي احنا قلنا عليه في اول الفيديو خالص، اللي هو بيكون فيه صورتك كفر، بتحط الكفر اللي انت عايزه، وهنا بتبدا تملا البيانات الخاصه بيك، وبتبدا تملا كل وسائل التواصل الاجتماعي اللي انت عايزها كمان عشان العملاء يقدروا يتواصلوا معاك، تفاصيل عنك وسيرتك الذاتيه ومهاراتك وخبراتك في العمل، كل ده بحيث بعد كده لما تيجي تضغط مشاركه من هنا بتلاقي فيه اختيارين، في عندك الاختيار الاولاني وهو مشاركه لملفك الشخصي، لو ضغطت عليه كده وفتحنا صفحه تانية ومسكنا ملفك الشخصي هنا
هيفتح لنا الملف الشخصي بالشكل ده، ظاهر فيه اسمك وظاهر فيه العملاء بتوعك والسيرة الذاتية بتاعتك ووسائل التواصل الخاصة بيك وخبراتك في العمل ومهاراتك وكل الحاجات دي، وظاهر فيها برضو الخدمات بتاعتك اللي انت بتقدمها وسعرها، والعميل يقدر يدخل من هنا على الخدمة ويبدأ يشتريها زي ما هنشوف دلوقتي كده مع بعض. لو ضغطنا هنا هنلاقي ان العميل يقدر يشوف الخدمة بتاعتك وتفاصيل الخدمة وسعر الخدمة، ويقدر ان هو يضغط على كلمة اطلب الآن للخدمة بتاعتك. وبعد كده في عندنا هنا معرض الأعمال، هنا بتعرض اعمالك وشغلك عشان العميل يقدر يتفرج عليها بكل سهولة. لو فتحت هنا الاعمال هتلاقي الصور بتاعتك اللي انت كنت نفذتها الخاصة بالمشروع دوت، فتقدر تضيف مشاريعك هنا بكل سهولة والعميل يقدر يشوفها. برضو لو رجعنا هنا الفورلانس هنلاقي في رابط تاني خاص ببطاقة الاعمال، لو خدناه كوبي ورحنا نسخناه في المكان دوت هيفتح لنا بطاقة اعمال خاصة بيك كده، يا دوبك فيها صورتك وبيانات التواصل الخاصة بيك والخدمات بتاعتك والتقييمات برضو لو في عندك اي تقييمات. برضو بيكون فيه هنا ميزة الكيو ار كود، اللي هو انت الكيو ار كود دوت انت ممكن تحمله وتطبعه على كارت او حتى تبعته للعميل او ايا كان. العميل اول ما هيصور الكيو ار كود دوت هيفتح له بطاقة الاعمال بتاعتك بوسائل التواصل بتاعتك بالخدمات بتاعتك على طول، كل ده مجانا، كل ده بتعمله بسهولة من على منصة فورلانسو. الموضوع بيكون سهل جدا وبسيط، طبعا هنا من ملفك الشخصي، هنا بتضيف بياناتك، هنا معرض اعمالك بتقدر تضغط على كلمة اضافة وتضيف المشاريع بتاعتك، وهنا التقييمات لو عندك اي تقييمات هتظهر هنا. بعد كده عندك هنا جزء خدماتي، بتقدر تضيف اي خدمة انت عايزها، تضغط على كلمة اضف خدمة جديدة وتبدأ تضيف بيانات الخدمة بتاعتك وسعرها، وبعد كده الموقع بيراجعها وبتظهر على طول على الموقع. بعد كده في عندنا العقود، والعقود ديت عشان انت لو عايز تعمل عقد مع شركة او مع حد بتبدأ تعمل العقد من هنا، بتضغط على كلمة انشاء عقد بالشكل ده، وبعد كده تضغط على كلمة سعر ثابت. في عندنا دوام كامل بس دوت لسه ان شاء الله هيظهر على الموقع بعدين او لسه في التحديث القادم للموقع. هنضغط على كلمة سعر ثابت وهنكتب اسم العقد، هنكتب اللغة بتاعت العقد عربي، هنضغط هتكتب اذا كنت انت المتعاقد او العميل، بعد كده هتكتب التفاصيل بتاعت العقد كامل. والتفاصيل هنا لو انت ما عندكش خبرة قوي في كتابة التفاصيل ففي عندك نماذج جاهزة، يعني لو انت مثلا هتعمل انت هتكون مدير حسابات لشخص فهتضغط على نموذج العمل بتاع مدير الحسابات، لو انت مسؤول لتنفيذ مسؤول تنفيذ الحسابات، لو انت هتعمل تسويق المحتوى، لو انت هتشتغل كدعم عملاء او مدير تسويق رقمي، مدرس على الانترنت، ففي عندك اختيارات كتيرة او حاجات كتيرة تقدر تختارها بحيث يكتب لك هنا عقد جاهز وتبدأ تعدل عليه. مثلا انا هشتغل مثلا كمدرس على الانترنت، فهيكتب لك العقد هنا، والعقد دوت بعد كده تقدر ان انت تعدل عليه براحتك بحيث يناسب العقد او الاتفاق اللي ما بينك وما بين العميل. وفي هنا تكتب تاريخ بدء العقد وتاريخ انتهاء العقد، وبعد كده تضغط على التالي. خلينا مثلا نعمل سريعا. بعد كده بيقول لك حدد المبلغ بتاع العقد بتاعك وبلد الضرائب لو في اي ضرائب، وبعد كده تحط الشعار بتاعك لو ليك شعار يعني ده اختياري، وعندك تحميل هنا اي مرفقات او اي صور تخص العقد برضو لو عايز ترفعها هنا برضو اختياري، وبعد كده بتضغط على كلمة انشاء العقد وبتقدر تنشئ العقد وتبعته للعميل بتاعك. بعد كده الخطوة الأخيرة إنك بتضغط على كلمة أرسل دعوة هنا وبتكتب البريد الإلكتروني الخاص بالعميل اللي أنت عايز تتعاقد معاه، وبعد كده بتضغط على كلمة إرسال عشان تبعت العقد دوت للعميل، والعميل يبدأ بياناته تتملى هنا وتتعاقد معاه. فخليني مثلا هعمل عقد مثلا مع فورلانسو مثلا. بعد ما بتكتب الايميل الخاص بالعميل بتضغط على كلمة نسخ الرابط وبتبعت له الرابط بتاع العقد عشان يبدأ هو برضو يمضي على العقد معاك او يوافق على العقد معاك بحيث تضمن حقك وحقه. بعد كده في عندنا الطلبات ديت، لو في عندك اي شخص طالب منك خدمة معينة بتظهر لك هنا، العملاء هنا لو في عملاء انت اتعاملت معاهم قبل كده برضو بيظهروا لك هنا، وفي عندنا هنا الرصيد بيظهر فيه الرصيد بتاعك والتحصيل بتاعك وكله، في كلمة هنا ارسال طلب سحب لو انت معاك رصيد بالفعل، فلو ضغطت على كلمة ارسال طلب سحب بالشكل ده هيظهر لك هنا يقول لك ايه اختار بلدك، فانا مثلا اختار مصر، فبتظهر لك هنا طرق السحب، فمنها البنك ومنها بايونير، منها محلات الصرافه، فودافون كاش، اتصالات كاش، اورنج كاش، امان وولت، وكل دوله بيكون ليها طرق سحب سهله جدا وتقدر تسحب فلوسك بكل سهوله. بعد كده في عندنا هنا الفواتير، والفواتير ديت عشان لو عايز تعمل فاتوره لشخص تقول له احنا والله عملنا كذا وكذا وكذا والسعر بتاعهم كذا، وعايز تبعت له ورقه بالشكل دوت فتقدر تنشئ الفاتوره من هنا. في عندنا بعد كده التحليلات، بيبقى في
فيها بعض التفاصيل عن الارباح اللي انت عملتها وعن العملاء بتوعك وغيرها. وطبعا بس كده ما ننساش بقى الاهم ميزة في لوحة التحكم، ان في هنا تحت خدمة العملاء عن طريق الواتساب، وهي خدمة سهلة جدا وسريعة وبيردوا بسرعة عليك، وأي مشكلة عندك بيحلوها لك على طول. فبس كده، ده كان منصة فور لانسو اللي بتسهل لك العمل جدا عبر الانترنت، وإن شاء الله الجميع يستفيدوا بيها. تلاقوا اللينك بتاع المنصة تحت في الوصف الفيديو، تأكدوا ان انتوا تستفيدوا بيها، وانت لازم تبدأ العمل عبر الانترنت دلوقتي، ما تستناش وابدأ من دلوقتي، عشان الظروف الاقتصادية الصعبة جدا اللي بيمر بيها العالم كله. فابدأ دلوقتي وبس كده. ده كان نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، فما تنساش انك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، عشان خلاص قربنا نوصل ل50,000 مشترك. وما تنساش برضو تقول لي رأيك في الاستوديو اللي كان ظاهر في اول الفيديو. وبكده اكون خلصت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.